الضحية المفترضة عاملة الفندق نفيسة ديالو التي تتهم المدير العام لصندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستروسكان باغتصابها التقت لساعات طويلة مع مدعي مانهاتن في نيويورك حيث ناقشوا عدة تفاصيل بشأن قضيتها. كينيث تومسون محامي ديالو قال إثر الاجتماع أن حوارا مسجلا لمكالمة هاتفية تخص موكلته مع أحد السجناء جرى الاستماع إليه عديد المرات وأنه اتضح وقوع ترجمة خاطئة للحوار الذي دار بلغة الفلاني. وبيّن تومسون أن موكلته الغينية الأصل لم تقل شيئا بشأن أموال المتهم وثروته وإنما تحدثت فقط عن تعرضها للاغتصاب قائلة عنه إنه يمثل شخصية هامة وله نفوذ.